هل تعلم مين هم أعلى الرياضيين في العالم حاليا من حيث الأجر؟ في المركز السادس البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، والأجر السنوي لنيمار بيوصل ل 95 مليون دولار. وفي المركز الخامس لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس اللي بيلعب في نادي لوس أنجلوس ليكرز، وليبرون جيمس الأجر السنوي بتاعه بيوصل ل 96.5 مليون دولار. وفي المركز الرابع الأمريكي داك بريسكوت لاعب كرة القدم الأمريكية اللي بيلعب في نادي دالاس كاوبويز، والأجر السنوي لدك بيوصل ل 107 مليون دولار. وفي المركز الثالث البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، والأجر السنوي لكريستيانو بيوصل ل 120 مليون دولار. وفي المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين، والأجر السنوي ليونيل ميسي بيوصل ل 130 مليون دولار. وفي المركز الأول الأيرلندي كونر ماجريجور لاعب الفنون القتالية المختلطة، وكونر الأجر السنوي بتاعه بيوصل ل 180 مليون دولار، وهو أعلى رياضي في العالم حاليا من حيث الأجر. يا ترى بقى أنت الأجر السنوي بتاعك بيوصل لكام؟ رد عليا في كومنت.